رئيس جهاز الاستخبارات السعودي ما انتقدش حركة حماس بس، لا السلطة الفلسطينية كمان، وقال إن رام الله تجربة الانقسام الفلسطيني اللي حصل لتتصدر المشهد الفلسطيني في المجتمع الدولي لوحدها عشان تنفرد بالمكاسب. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج سر الحكاية، حلقات مطولة عرضتها قناة العربية السعودية، وكان المرة دي ضيفها استثنائي، كان الأمير بندر ابن سلطان ابن عبد العزيز أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، واللي اتكلم فيها عن حاجات أول مرة يتم الإعلان عنها. محور حديث الأمير بندر ابن سلطان كان عن القيادات الفلسطينية وعن إنهم هم السبب الحقيقي في ضياع قضيتهم العادلة، وهم اللي كانوا السبب في ضياع الحق الفلسطيني. قضية فلسطين قضية عادلة لكن محامينها فاشلين، والقضية الإسرائيلية قضية غير عادلة بس المحامينها ناجحين. وهذا يختصر لك الأحداث اللي صارت في 70-75 سنة الماضية. الأمير بندر ابن سلطان مش بس قدر يكشف حقيقة القيادات الفلسطينية، لا ده كمان اتكلم عن أسلوب المتاجرة والمزايدة اللي بتنتهجها القيادات الفلسطينية لتحقيق التطلعات المشروعة. بحكم شغل الأمير كمدير سابق لجهاز الاستخبارات السعودية، فهو عارف أحداث كتير في المنطقة سواء عاصرها أو على الأقل موثقة في وقت قبل ما يتولى المنصب ده. الأمير بندر ابن سلطان قدر يكشف قد إيه عدد كبير من القيادات الفلسطينية بتعمل عكس اللي بتقوله، وقال عن حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها تسببت في ضياع الفرصة اللي توفرت أمام الفلسطينيين في عام 2005 لانسحاب إسرائيل من القطاع. وقال الأمير بندر ابن سلطان إن حركة حماس رفضت الانسحاب الإسرائيلي عشان تحقق من وراه مكاسب أكتر، وإنها تعيد التمركز ثاني بين غزة ورام الله، إلا إن حركة حماس رفضت إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، لا وكمان بتستخدم الشعب في الدفاع عن القضية الفلسطينية اللي هم رفضوا يحلوها أصلا، خاصة بعد ما تحولت القضية دي لمصدر رئيسي لحماس لجمع الأموال من الدول اللي عاوزة تطول فترة الحرب، ودي كمان بتدور على مكاسب تانية مع ثالوث التخريب تركيا وقطر وإيران. الثالوث التخريبي ده قدر يفرض أجندته على قطاع غزة وكمان يسيطر عليها بشكل كامل. رئيس جهاز الاستخبارات السعودي ما انتقدش حركة حماس بس، لأ السلطة الفلسطينية كمان، وقال إن رام الله تجربة الانقسام الفلسطيني اللي حصل لتتصدر المشهد الفلسطيني في المجتمع الدولي لوحدها عشان تنفرد بالمكاسب. وبعيدا عن كلام الأمير بندر ابن سلطان، فتاريخ الأزمات بين حركة فتح والسلطة الفلسطينية غني عن التعريف، وعلى مدار أكثر من 15 سنة من لقاءات منفردة وجماعية وحوارات علنية وسرية ووساطات من هنا وهناك، ما قدرتش تنهي الصراع بين فتح وحماس وإنهاء حالة انقسام الفلسطيني الداخلي. في محاولات بدأتها مصر لحل الانقسام في سنة 2005 في الاتفاق اللي اتعرف باسم إعلان القاهرة، واللي كان من أهم أهدافه تطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كل القوى والفصائل، ده غير تمهيد الإجراءات الانتخابات بمشاركة حركة حماس لأول مرة في 2006. Die Fatah war die herrschende Kraft in der von Yasser Arafat angeführten PLO und hatte bis zum Wahlsieg der Hamas 2006 Geh zurück! Dass die Hamas-Truppen die Gläubigen während der Freitagsgebete angreifen, ist schockierend. بس للأسف الإعلان ما حققش النجاح بسبب الانقسام بين حركة فتح وحركة حماس، خاصة بعد ما فازت حركة حماس في الانتخابات سنة 2006 ودخلت مصر تاني وتوصلت لوثيقة توافق وطنية اتعرفت باسم وثيقة الأسرى، وكان الهدف منها تقريب وجهات النظر بين الفصائل ودعت لتشكيل حكومة وحدة
وطنية. وبالفعل وافقت السلطة الفلسطينية على الوثيقة، بس الرئيس محمود عباس طالب بأن توافق حركة حماس على الوثيقة بشكل صريح ورسمي. وبالرغم من توقيع قيادة حماس في السجون على الوثيقة، اعترضت قيادتها في الخارج على بعض البنود، وكالعادة فشلت أي محاولات للتقارب. فضل الحال ده لمدة 15 سنة لحد النهاردة. في كل مرة يتم التفاوض فيها يخرج طرف من الطرفين ويضرب كرسي في الكلوب والليلة تبوظ. إنه في عنصرين بتضربوا مع بعض، فتح وحماس، وفي النهاية الضحية المواطن العادي. بدفع لهم مصاري بيرفعوه، وفي دحسان بدفع لهم مصاري رفعوه أعلى واحد. مش عارف مين بيعملوا بيلعبوا لعبة قذرة. بتعمل لنا رعاية وبتوظف ابننا بخليك رقم واحد. اسمع، لما يكون مفيد حسائنة أهم شخصية حكومية، أهم من صبري سادم، وأهم من أقطع خمسة شغيلة، وأهم من رياض المالكي وزير الخارجية، وأهم جواد عواد وزير الصحة، لا في خلل كبير لازم يعرفوا الناس. لا لا، بس اسمع، رخاصة يطلبوا من الناس في حواليه وبدهم رعاية. بس زي المثل ما بيقول، إذا عرف السبب بطل العجب. المتابع للشأن الفلسطيني هيعرف إن اللي وراء الانقسامات دي ثالوث الشر في المنطقة، زي ما وصفه الأمير بندر ابن سلطان. يعني إيران وتاريخ الدعم الطويل اللي بتقدمه لحركة حماس لتغذية الانقسام في الداخل واستخدام عناصرها في المنطقة كان ليه أثر كبير على الوضع الفلسطيني اللي إحنا فيه ده. أما يمروش إيران، إيران نيستانم توی محدود جغرافیایی نیست. امروز هشت شعبی عراق ایرانه، حزب الله لبنان ایرانه، انصار الله یمن ایرانه، جبهه وطنی سوریه ایرانه، جهاد اسلامی فلسطین ایران. والتقارير الفلسطينية نفسها بتتكلم عن الدعم الإيراني والقطري كمان لحركة حماس، وبتقول إن الدعم ده بيشكل تعزيز قوي لحركة حماس. قطر كمان بتواصل سعيها عشان تولع الموقف في الداخل الفلسطيني، عشان أهداف ما تختلفش كتير عن الأهداف الإيرانية، وإنها تحاول تظهر في مظهر المنقذ للأشقاء في فلسطين وكده. وده اللي خلى الدوحة تفتح أبوابها وخزائنها قدام حماس وإخواتهم من قادة الإرهاب في تنظيم الإخوان. وإننا نسمع كل فترة عن زيارة لسفيرهم محمد العمادي ولقاءاته مع قيادات حركة حماس. فدي موقفها من أغرب المواقف في الوقت اللي بيدعي فيه السلطان العثماني أردوغان نصرة القضية الفلسطينية وعودة الأرض، بيقيم علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع إسرائيل. لا، وفي نفس الوقت بيحاول يخرب العلاقة بين حماس وفتح اللي هي أصلا بايظة. الموقف الأغرب بقى لما تم الإعلان عن توقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، وطلعت أنقرة وقالت إنها بتبحث قطع العلاقات مع الإمارات، بالرغم من إنها ليها سفارة أصلا في إسرائيل وإسرائيل ليها سفير في أنقرة. محاولات المساعدات الظاهرية ودعم القضية الفلسطينية اللي بتعملها إيران وقطر وتركيا مش لوجه الله أو لموقف سياسي يتحسب لهم، بالعكس كل واحد له فيها مقارب أخرى. عندك مثلا إيران مش عاوزة أي استقرار في المنطقة، وطول ما في خلافات وأزمات هتفضل هي في أمان. وتركيا أحلامها التوسعية عمرها ما هتقدر تنفذها في دولة مستقرة، عشان كده دايما في أي حتة تلاقي فيها صراع هتسمع اسم تركيا. أما قطر فحدث ولا حرج. يمكن الغريب في الموضوع إنها ما تكونش مستفيدة بشكل مباشر من الموضوع، وبتعملوا جدعانة مع إيران وتركيا اللي بيحموها أو اللي فاكرة إنهم بيحموها، بس في النهاية مش هتاخد أي حاجة.